الفولي نجم من النجوم الطائر الاهلاوي كابتن نور عطيه نجم سوبر ستار. كابتن خالد تعالى كابتن خالد ليك و ايه البطوله الجامده دي يا كابتن؟ ده اقل حاجه يعني احنا النادي الاهلي يعني. الثقه اقل حاجه. اه طبعا والله هو ده الاهلي. والاول انا بمس على كابتن خالد العوضي اخويا الصغير وحبيبي وبهنيه ان هو استقال من اتحاد كره اليد لانه كل الحاجات اللي هي بتتعمل دي محسوبه عليه يعني. فهو بيكافح لوحده يعني في وسط المجموعه حاجات ما يعني مش عارف اقول ايه بس عمل حاجات ما حصلتش والله في اتحادات يعني بجد كان بيحارب لوحده. الحمد لله ربنا يكرمه خالد ابن حلال واخويا وحبيبي ونجم وبينور اي مكان يعني وهم اللي خسروه يعني. طبعا خالد شرف اي مكان. قول لي بقى كابتن نور اللجنه الفنيه بقى بتعمل ايه؟ احنا الاول من اول ما بتبدا البطوله او بيجي الفرق احنا شغلنا الشاغل مواعيد التدريب للفرق كلها. فمن اول ما بيجوا قبل البطوله ما تبدا وبعدين لما البطوله بتبدا بينزل جداول المباريات. في اولويات في التدريب للفرق اللي عندها ماتشات. انت عارف الفولي غير الالعاب الثانيه بيبقى دايما كله عنده تدريب الصبح. كله بيبقى عنده تدريب الصبح حسب ميعاد ماتشه. يعني احنا مثلا لو ماتشات هتبدا الساعه 2 الظهر احنا بنبدا تدريب من الساعه 8 بندخل الفرقتين. كل فرقه ليها ساعه الصبح. بيخش الاول الفرقه اللي هي بتاعت الساعه 2 فرقه في الصاله دي وفرقه في الصاله دي ساعه. وبعدين ماتش الساعه 4 يخش الساعه 9 تدريب هنا وهنا وكده يعني. الفرقه اللي ما عندهاش ماتش بنديها ملعب 3 تتمرن فيه. فهو ده سيستم. بعد ما بنعمل الجداول وبنراجعها بتطبع بيتعمل منها نسخ بتتسلم لكل فرقه وبتتسلم لكل مسؤول في لجان البطوله وبتتعلق في الاوتيلات اللي الناس ساكنه فيها وبتتعلق هنا في الملاعب وبتبقى مع عمال الصاله ومع المسؤولين عشان يطلعوا لهم كور ولغايه لما بتخلص المرحله الاولى اللي هي يوم الخميس بنبدا نشوف تاني من اول وجديد الفرق مين اللي داخل ومين اللي هيلعب في الثمانيه اللي فوق ومين اللي هيلعب تحت وبنبدا برضو نديهم اولويات في الملاعب. بس نكسب النهارده وطن بوركينا فاسو؟ لا الماتشات الاولانيه دي اصل النادي الاهلي بطل فهو عشان بطل المجموعه بتاعته بتبقى سهله بيبدا بعد كده الصعب. الفرقه دي كلها معروف مين الفرقه اللي بتنافس ومين اللي مش بتنافس معروف الى حد كبير مين الثمان فرق اللي داخلين. يعني هتلاقي ثلاث فرق بتوع كينيا هتلاقي فرقه قرطاج هتلاقي فرقه الاهلي كده بنتكلم في خمس فرق. في ثلاث فرق ثانيه هيخش هتلاقي الجزائر هتخش هتلاقي كده يعني. فالعمليه معروفه في الفولي يعني. ربنا يكرمك باذن الله تكون نجم العشره من نصيبنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني احنا المفروض فرقه النادي الاهلي بتضم عناصر كويسه واحسن فرقه في افريقيا فان شاء الله العشره وال11 وال12 يعني. شكرا.